انا اسفه يا استاذ. تمثيل؟ ده كلام يا عبد السلام؟ يلا بقى انصراف، البروفه النهائيه بكره، خش مدرسه. يلا مع السلامه. كنت كويسه؟ كنت كويسه قوي. بس بخفت ايدك شويه. مع السلامه. يا سيدي، ده هو التمثيل في المدرسه وفي البيت كمان؟ اصل الحفله قربت. بس شفت الاندماج بتاع البيت؟ قربتنا قرمه يا جدع. اصلها فنانه. طب خد بقى وقوم اشتغل. ايه ده؟ عشا على حساب الخاص. انت عايز تبات هنا الليله دي؟ انا ليا مين في الفيوم غيرك؟ ودي اخر مره هتتعشى فيها طبعا. عيب عيب، كل يوم من ده بشرفي. يلا قوم، يلا على المطبخ. اتفضل امسك شيف. ولع الامور ده على المدينه. معرفش. اتعلم اتعلم يا استاذ. طب تعالى وريني نولعه كده، اصل انا يعني تلميذك المخلص. وريني تلميذي وعكننة حياتي وصديقي اللدود. عبد السلام. طيب يا اخي. يا عبد السلام. طيب طيب انت طيب. عبد السلام، العبور مش عايز يولع. انت اللي لخمه. ايه اللي انت مهببه ده؟ يا اخي بطل بخل وشايب بوتاجاز. بوتاجاز ايه؟ انت واخد قلب فيا ولا ايه؟ انا عايش على قد حالي. طيب يلا اتفضل ولعه انت. اسمع، حضر انت العيش والسلطه. حاضر. ما عرفتش اولع الوابور، ما حدش بياكلها بالسهل. ما هي غلطتك، كان لازم تتعلم. قلت لامي تعلمني ما رضيتش، قالت لي بكره هتتجوز ومراتك تولعه لك. انت مش بريمو في توليع الوابور؟ بوري ولا مبروك. ازاي الشباك ده انفتح والمعلم مسعود حالف طلاق انه لو انفتح له قاتل اللي فتح. يا نهار اسود يا حمزه. أبا ده بتحتف له بوسه على الطاير. على الطاير؟ على ابو جريشه دي ولا ايه؟ هنا وهنا كمان. معلش بتعبك معايا، اصل ما عندناش مرايه ولا اي حاجه. انا مش عارف الراجل ده عايش ازاي. يا احمد، يا احمد ابو العز. لحظه. انت شريكه ابن عمك في مكتب السياحه؟ ليه؟ عندك سواح؟ بنتين مليونان سلمتهم لابن عمك يفسحهم بمعرفته. ودول عرفتهم ازاي؟ بالمراسله؟ حلو قوي السؤال ده. معاكي على الخط انا. شوفي بقى يا ستي، دول اصحابي ولا حاجه، دول زي اخواتي تمام والله. وبتحلف ليه؟ طب وانا مالي؟ لا بجد مفيش بيني وبينهم اي حاجه، كانوا جيراننا واحنا صغيرين وبعدين هاجروا. مفيش بيني وبينهم اي حاجه. يا احمد، يا احمد ابو العز. طيب يا اخي. الله، انت بتعمل يا نهار اسود، يا نهار اسود. الله، انت اتحببت الدراخر. انت مين اللي قالك تفتح الشباك؟ محدش قال لي انا اللي فتحته. انا كنت في الحقيقه كنت عاوزك تبقى
شاكوش ايه؟ اللي بيدق بيه المسامير. مسامير ايه؟ اللي في الدق بالشاكوش. اما انت كمان بشكل يا عبد السلام. هذا سيدي. اه والله انت كمان بشكل. ايه ده؟ ايه ده؟ يلا ده شباك ترانزستور اهو. ايوه اصل ده لما بيعمل في قلب هناك في قلب لما انا هقول لك اصل لما كل واحد ايه ايه مالك يا عبد السلام؟ ببص صباعي مالك يا صباعي مالك؟ روح قول لمسعود ان الشباك انفتح. بيني وبينك المفروض ان يحلف على بنت عمه ما تفتحش شباك، مش يحلف على عبد السلام افندي. هو يقدر يقول لها بام دي ساعة ما بتبص له بعينيها يبقى واقف زي التلميذ الخيبان. مش عجب يعمل فتوة على الجدعان اللي زينا ويضربه. هو كده مع الحريم آخر دنتلة، ومع الدنس الخشن آخر تضرمة. أما أروح أشوف لأحسن يودينا بداهي. بس كده. طب أنت يا ديان. يخرب بيتك يا نفيسه، ده احنا متجوزين غفر يا ولاد. مسعود بيه يا معلم، مسعود بيه. فيه يا مبروك؟ هقول لك خبر وحش يتسبب بانك ترتكب قضيه. اصل ايه؟ كذب. الشباك اللي بتطل على بنت عمك اتفتح. تقول ايه؟ وشفنا كمان البصبصه بعنينا. عبد السلام يا ولد؟ وصاحبه. وكمان جاب اصحابه معاه؟ انت شاهد اثبات اني قتلت دفاع عن الشرف. فاهم؟ غطوني وصوتوا، غطوني وصوتوا. انت واقف بتتفرج عليا؟ بتتشهد في جمالي؟ بقول لك غطوني وصوتوا. اه بتفضل نام عشان اغطيك واصوت. عشان الموضوع هايف زي تعمل لي كل الهليله دي؟ اه فعلا هو موضوع هايف وبسيط. ده احنا هناكل حته دين علقه. بالكاراتيه محترم. غيطه هيروح داب بايده في معدتك هيطلع في شتك، ويحط ايده في كرشي هيطلع كبدي. اه يا كبدي. اه انت بتبالغ. اه فعلا ببالغ. بحلف يمين طلاق يا سيد انه لازم يقتلنا. غطوني وصوتوا، وهو لو حلف لازم ينفذ. من ساعة ما فتح الشباك يا معلم مسعود وانا واقف زي النمر، ما حدش اتحرك من مطرح. افتح الهد البيت كله.